ها قل لي من بعد ما قدموا لك هذا الكوبون وين بتصرف سيارتك؟ كل انواع السيارات جيبوها العالميه لصيانه السيارات بعد شغلهم اللي يعتبر شغل وكاله والاسعار القويه جدا فوق هذا قدم لك كوبون قال لك يا حي وسهلا تجي تسرفس عندي 4 مرات السرفس الخامس لعيونك بالمجان وما خلصنا ايضا لك خصم 20% من اي حاجه تسويها عندهم في الورشة صبغ تصليح كل شيء من العالمية لصيانة السيارات حبيب الحلو اللي شغل وكالة وأسعار في متناول يدك وما تهتم إيش هو نوع سيارتك يابانية كورية أمريكية أوروبية جيب وشوف الشغل بغيت كهرباء بغيت سيرفس بغيت ميكانيك بغيت صبغ كله موجود في العالمية لصيانة السيارات يا راجل وصلت المواصيل فيهم حتى السيارات الكلاسيك بيضبطوها هذه رينج روفر موديل 89 فكفكوها مسمار مسمار تخيل انه هذا الشاصي هو شاصي الرينج روفر اللي رويتكم اياها قبل شوية يعني صار له 30 سنة خلوه موديل 2024 هذه منطقة تيرفيد السيارات وعندهم كهربائيين على مستوى اما في قسم الميكانيك حط سيارتك وروح فنيين بدرجه ممتازه عندهم ايضا قسم كبير لصبغ السيارات شوف الصبغة اللي عندهم ما تقدر تفرق بينها وبين صبغ الوكاله وبعد ما تخلص سيارتك يغسلونك اياها ويسلموك اياها عروس ربك شوف الزحمه اللي عندهم ها قدامك هذيل كلهم شغالين معاهم وين موقعهم في الصناعيه الكبيره وانت جاي من قادري صوب الغرب بعد كيلو بتشوفه على يسارك او اذا جيت من عند الوكالات وكالة مرسيدس خذ يمين بعد 500 متر بتشوفوه على يمينكم العالمية لصيانة السيارات احصل على بطاقة الولاء من مركز العالمية لصيانة السيارات تقدم بطاقة الولاء لعملائها سيرفيس 4 مرات والخامسة مجانا وخصم 20% على الإصلاحات والصبغ والسمكرة احصل عليها الآن من أقرب فرع لك بعد أول صيانة مثل ما وعدتكم منصة تسلم بالسحب على المسابقة اللي عملناها أمس الحين راح يتم السحب بوجود فريق منصة تسلم مساكم الله بالخير الله يمسيكم بالنور الجوائز قدامكم ايفون اخر اصدار ايباد اخر اصدار و200 ريال وطقم شال و6 جوائز للعشرة فائزين باذن الله راح نعمل السحب الحين تحت اشراف فريق منصة تسلم الحين بنبدا السحب ونقول مبروك لمن من منصة تسلم 10 جوائز الفائز الاول بياخذ الايفون اخر اصدار ويلا حرك من بياخذ الايفون اخر موديل من منصة تسلم نقول مبروك لمن تهانينا لخمسة بادي أخذ آيفون آخر إصدار نشوف الفائز الثاني بآيباد آخر إصدار أيضا مبروك لمن آيباد راح لإن إي إل إف 77 مبروك آيباد آخر إصدار الحين 200 ريال مقدمة من منصة تسلم للفائز الثالث اللي هو 3GH2 الحين طقم شال ومصر من منصة تسلم للفائز الرابع اللي هو أطياب الجنان الفائز الخامس بياخذ باقة من العنابي ألف مبروك الفائز السادس أيضا باقة من العنابي نشوف من ألف مبروك الفائز السابع أيضا باقة من العنابي ونقول ألف مبروك الفائز الثامن أيضا باقة من العنابي ونقول ألف مبروك باقي اثنين نشوف من أيضا باقة من العنابي للفائز التاسع ألف مبروك والفائز العاشر والأخير أيضا باقة من العنابي الملكي للعطور ومبروك أبو عمر الشيخ سلطان الحضري هو أحد المستشارين في منصة تسلم جزاكم الله خير على هذه المسابقة وأتوقع فيه الجديد قادم بإذن الله الجديد قادم إن شاء الله ونحن السحوبات هذه الحالية يعني حرصنا أن المؤثرين يتواجدوا أي نعم نقل ضمان مصداقيتها وعملية التوقيت كانت يعني بمعنى انه اكبر قدر يعني ممكن من الناس اللي يشاركوا الحمد لله مشت بسلاسة وبرنامج حديث نشكرك عليه
نعم. هو برنامج ال مال السحوبات. مال السحوبات الخاص. إنزين الناس ننصحهم يستمروا في المشاركة مع هذه المنصة. يستمروا أكثر وأكثر إن شاء الله. وإن شاء الله. وننتظر الأفكار منهم أيضا. والقريب إن شاء الله أقوى بإذن الله. بإذن الله. حسب رغبتهم حتى الجوائز تم اختيارها عن طريقهم. الله يعطيك العافية. مشكور أبو عمر ومن تقدم إلى تقدم منصة تسلم. مشكور الأخوان يا ريت. مشكورين 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 كل الفريق المتواجد من إعلاميين وفريق منصة تسلم. الله يعطيكم العافية يا رب العالمين. جماعة الخير أتمشي في صلالة. استمتع بالرذاذ بالدراج في صلالة. كيف الحال؟ الله يحفظك يا منى. راح إبداع متعة. أكرمك الله يا منعه يا منعه يا منعه أكرمك الله. أكرمك الله. الله يعطيك العافية. أستاهل. هذا من فين؟ عرب سويد. عرب سويد. أرالك. الله ينصرك يا رب العالمين. هذا عارفينها. الله يعزك يا رب.